السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. الإقامة المؤقتة في موسكو، أما تيجي تقدم على الإقامة المؤقتة بأي كانت الطريقة، مش مهم زواج أو كفوتة أو غيره، وتروح مركز متعدد المعلومات أو متعدد الخدمات اللي هو الـ MMT، وتبتدي إن أنت تقدم ورقك وحاجات كده. في ناس يمكن ما عندهاش خبرة قوي الدنيا هناك يحصل فيها ايه، ممكن يروح هناك مشوار واثنين وثلاثة وما يخلصش ورقه او يطلبوا منه حاجات زيادة او كده. فعايز اقولك ان في خدمة كونسلتاتسا. الكونسلتاتسا هناك او ان الكونسلتنج او الاستشارات هي طبعا بفلوس، الناس بقى تخاف تدفع فلوس مع انه مبلغ قليل، مش عارف 2500 او 3000 او 2000 حاجة كده يعني. بيملوا لك ممكن الابلكيشن، ودي حتة مهمة جدا ان يملوا لك الابلكيشن صح، بدل ما حد تاني في البلد ينصب عليك وياخد منك 5 ولا 6. النصب ان هو مش ياخد فلوس وما يديكش خدمة، لا ياخد فلوس ويديك الخدمة هي اللي هي ب 2000، يعني ياخد منك دبل المبلغ. غير كده ترجمة الباسبور والنتاريوس بتاعه هناك موجود. غير كده ان الميدوس موتر او الميديسينا او الكشف الطبي تعمله برضه هناك. التيست بتاع الاختبار اللغه الروسيه برضو بيتعمل هناك، اعتقد 3000 ونص او 4000 روبل، والميديسينا كان ب 3000 او 2800 وحاجه كده، ممكن زاد ممكن اقل، بس ما اعتقدش اقل، هو اكتر. التيست بتاع الكوفيد بقى اجباري اعتقد مع الايام الحاليه يعني. فكل الخدمات اللي انت عايزها هتلاقيها هناك، ما عدا الحاجات الشخصيه بقى اللي هي قعد الزواج مثلا يكون معاك، عقد ايجار البيت او الريجستراس، شويه حاجات كده بتطلب، ممكن حاجات زياده، ممكن حاجات هي الاساسيه، بس الحاجات اللي هي ما بتتجابش من هناك هي الحاجات الشخصيه بتاعتك. غير كده اللي هي الاختبارات الطبيه اللي بتطلب في الاقامه المؤقته والدائمه لازم هتلاقيها موجوده هناك في المركز ده، في الام ام سي اللي هو في صخره. تاني حاجه الاختبار اللغه الروسيه تعمله برضه هناك، وبتظهر النتيجه يمكن بعد يومين ثلاثه. والامتحان برضو ايه، يقال ان هو صعب هناك شويه، او يعني على ابوه من غير حد يعني، ناس كتيره يقول لك انا ما بعرفش اكتب فالست تساعده في الكتابه، واحد يقول لها معلش اصل ما اعرفش التاريخ الروسي كويس فتيجي توجهه، يقول لها لا ما اعرفش الممثلين والرياضيين الروس في الامتحان يعني بتاع الثقافه العامه، فبرضو تيجي الست او الراجل غالبا تكون ست وبتساعده. مثلا الفيديو اللي بتعمله قدام الفيديو، واحده برضو بتلقنك ممكن تقول لك الكلام وتعيده كذا مره وتسجل لك الفيديو اكتر مره لحد ما تظبطه، حاجات كتير كده بيبقى فيها مساعدات. في المركز ده مفيش المساعدات دي خالص حسب معلوماتي، بتروح تمتحن لوحدك خالص، محدش بيلمسك والكاميرات موجوده، فبيخافوا. في بعض الستات اسمع انهم ممكن بيحاولوا يساعدوا بس في حاجات بسيطه جدا، لو انت عطلان وعايزين هم يخلصوا عشان يروحوا، فتقول لك انت عطلان في ايه؟ لا عايز اكتب ده بس، تقول له طب اكتب كذا كذا كذا، معلش اه طب همليك حرف حرف، احيانا الست تمليك حرف حرف عشان تكتب الكلمه لحد ما تخلص الامتحان. في نسبة من السقوط الرسوب للأسف في الامتحان موجودة، يعني ما اعرفش كام في المية، بس في ناس بتسقط فيه، ولكن لازم تبقى عارف طبعا، او حضرتك عارف اكيد الفرق ما بين الاختبار بتاع الار في بي والفي ان جي مختلفة، ده عايز 70 او 75% وده عايز 80% او 85. فالمركز ده ما تخافش منه، لان هو بس بيبقى فيه تكدس وناس كتيرة من الاوزبك والتاجيك وغيره، لكن ما يجي دورك هيدوك دورك، ما حدش هيكربجك ولا يصربعك. في خدمة برضو الطباعة، ممكن يبقى معاك فلاشة وتحطها في جهاز ويطبع لك. على ما اتذكر كان هناك الدفع فقط بالفلوس بالكاش، ماكينات الكروت ما كانتش شغالة لفترة طويلة، ما اعرفش دلوقتي اشتغلت ولا لا، المفروض انها اشتغلت زي ما انا سمعت يعني، لو مش شغالة فانت اعمل برضو حسابك في الكاش، فمثلا 11000 20000 روبل حسب انت رايح تعمل ايه.